اسماء الحلقة الأول. خلصت الحلقة اللي هي أحلى حلقة ده ولا إيه؟ طبعاً أحلى من مين في الدنيا. طبعا زي القمر برضو، بس شايفين الاطلاله مختلفه النهارده، فين الفساتين والقلق والحركه؟ والله ما ده مش مهرجان عشان لا يعني حاجه لذيذه في العرض الخاص في مول، فكل حاجه وليها لبسها اكيد، فاكيد في مول حاجه كاجوال مش حاجه بسواريه. ميرسي ربنا يخليك. النهارده شايفه تجربه جديده فيها وجوه معظمها مش سينمائيه قوي، فايه رايك في الموضوع ده وايه سبب حرصك انك تكون موجوده النهارده؟ حرصي ان انا اجي النهارده، ان سيف يوسف اشتغلنا مع بعض اخر حاجه انا عملتها اللي هو مسلسل سراي حمدين، فانا طبعا لازم اشاركه فرحته بالعمل الثاني اللي هو عمر خريستو. طبعا هو كان عايزني اكون في الفيلم بس كنت بصور حاجه في الفتره دي، فما قدرتش ان انا اصور معاه في الفيلم لان هم صوروا في قبرص وانا ما كنتش فاضيه ان انا اسافر. المهم جيت اشارك فرحته، وسيف يوسف من المخرجين اللي دايما بيبهرونا بكل حاجاتهم وكل اعمالهم. رايك في بعض الانتقادات كده اللي تعرض لها سراي حمدين وترد عليها؟ لا خالص، انا بالنسبه لي سراي حمدين الكلام اللي اتقال وردود افعال الناس كانت حلوه قوي على دوري، تقريبا زي ما اتقال ان انا من الادوار الحمد لله المميزه الحاجات الحلوه في المسلسل، فيكفيني هذا الكلام. الناس حبت الشر والنصب منك ولا ايه؟ نصبت كتير في المسلسل ده بس ما عرفتش انت انصب على الانتاج. خدت حقك ولا لا؟ خدنا حقنا طبعا، بس قصدي النصب في اكتر. اصلا فيلمك الجديد كده اخباره ايه؟ ايه؟ الفيلم الجديد اللي بجهز حاجة، فيلم اسمه جاكوزي، اسم مبدئي للمؤلف أيمن عبد الرحمن واخرجها هاني حمدي، عاملة فيه يعني مراحل مختلفة للبنوتة، يعني حاجات كده لذيذة، في دراما وفي كوميدي وفي ميكس حلو قوي، بس لسه دلوقتي بيتم اختيار باقي الأبطال، شغالين قعدة ترابيزة وقراية والحاجات دي كلها، وقريب قوي هندخله يعني على شهر واحد. مرسي مرسي مرسي.